ايوا السلام عليكم، كي دايرين خوت؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا واحد السوق اللي كيتباع فيه كلشي اورو. بصراحه اليوم الشمس كاينه بزاف عايه هنا، ولكن خليكم معنا، نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو. مرحبا بكم في القناه، خليكم مع احلى احلى فيديو واحلى زوطيه في اسبانيا. اصحابي اصحاب الشدار، المرايه ديالك هي بلاطو، هذا ديال بلاطو ديال المالديف. هو هذا شوف الديزاين تاع ودير اورو. دابا جينا للفراشه الثانيه اللي حتى هو كيبيع مجموعه من الملابس ودايرين حتى اورو وحده، وهاد السبريه حتى هما دايرين اورو، كاين جو اورو كاين تاع اورو. ولكن شوفوا لي هاد البلاغ هادي راه ديال النمر الطبيعيه. انتوما شوفوا مسطع راه دارت الفيزا وهي اسبانيا، هي تا هي راه دارت الفيزا. شتي المهم ديرها 50 سنتيم 50 سنتيم 100 دريال يا شريفه 100 دريال. اخوان دابا في هاد السوق ديال اسبانيا، دابا داكشي اللي كتلقى واحد ساكن في الدار ما عنده شي حاجه كيجي يبيعها تا هو، تلقى شي عنده شي حاجه قديمه كيجي يبيعها كذا في الراشا. ما شتيو راه ما عرفتش شنو ندير دايز ولا ما عرفتش. هاي ديال كوبوت زاد مرة العياد هذا صحاب السبريتات، السبريتات اللي كانت تساوي كلام ما عرفتو شي تحفه. يا سلام شوف واحد عرض واو، قال لك يا خديجه بياسه باورو، هي مايكا اوريجينال شتي كي دايره. فوالا 44 هذا راه باينه صوره، هي 44 44 وكاين هاد السبريه وكاين هاد المكاسان زوين شتيه، باقي جديد 49 49 اورو شتيهم. فوالا باقي جديد شي الراس ديالك سي سلام. ايه والله احنا كنشوفو هاد البيتزا ديالو زين. المهم هادي راه ديال صحاب العسكر، هذا ماشي كان قدام تيديرو هذا الشيء ديال وادي ديال كلام ديزر هما الالعاب اللي كنتو بهم في 2000 حلال. شو بنادم ديال البرد العيالات كلهم 24 درهم تلبس شي نو نو كلشي ديال ديال العيالات هما 2 اورو. صحاب الزمن الجميل وما التليفون هذا شتي اركا الكارتير. ايه هو داك هذا صمت هذا ايه موتورولا. وبالنسبه للناس ديك هادي كاين هادي او نو سي كوين كان ما todo barato شو هذا سميت هذا تقريبا قريب هو بنقشه قناتهم التلفزة المغربية. صباح الخير يا اخوان. اخوان لقيت واحد التصوير ديال 3 اورو، ولكن العطايه ديالو 43 ها هو 3 اورو وشو باقي جديد. شوف التيكيت ديالو كامله صحيحه. المهم اخوان ننصحكم اذا بغيت تمشيو للجوطيه تعاملوا مع الكوار لا رب اوهي اوهي او ها هو هذا يقول لك راه يقول لك اسيدي 25 اورو. المهم الاخوان دابا الرحله ديالنا سنس زوتيه اليوم في اخر لحظه، خلينا هذا بريك تقريبا قول لي في التعليق شحال داير هذا. المهم تهلاو في راسكم راه ما غاليش بزاف.